المكرمين، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. في البداية نرسل التهنئة لأبينا المعظم قداسة الأب والأب بطرس الثاني، نرسل التهنئة لأبينا ورعينا يافطر حبر الجليل الأنبا يوهنس أسقف أسيوط وتوابعها، والأبينا صاحب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام. كل سنة وحضراتكم طيبين، لأن عيد الميلاد هو بالنسبة لنا عيد دخول الحياة إلى العالم. يعني قبل ميلاد المسيح كان العالم كله الآباء بيسبون في التفسيرات وادي ظلال الموت. عشان كده في سفر إشعياء النبي بيقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالس في أرض ظلال الموت أشرق عليهم بميلاد المسيح نورا عظيما. عشان كده الميلاد لما بنعيد بعيد الميلاد نحن نعيد بعيد دخول الحياة إلينا. وده اللي قاله معلم القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى لما قال فإن الحياة أظهرت، رب المنفذ جسده هو الحياة، فالحياة أظهرت ونحن رأينا نشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا لكي يكون فرحكم كاملا. فإحنا بنعيد بعيد ميلاد رب المجد وعيد دخول الحياة إلى العالم. مش كده معلم القديس بولس الرسول كمان بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وبيقول كمان ان المسيح يسوع جاء الى العالم في تجسده ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. فاحنا فرحانين بتجسد المسيح وبميلاده العجيب المعجزي لكي ما يعطينا حياة ولكي ما نفرح بخلاصنا على مر الدهور والازمان. ربنا يبارك في حياتكم، وعيد سعيد على مصرنا الحبيب وعلى كل الكنيسة وعلى شعبنا في كل مكان. لإلهنا كل مجد وكرامة في كريستو من الآن والإلى الأبد.